وظلمت أحد من خلال قلمك؟ إيه أكيد أكيد ظلمت. وطلبت منعتهم السماح؟ اعتذرت؟ أكيد وهلا بعتذر منه. مين؟ مين ظلمته بالقلم وشنت ما سعد رمضان بشيله تحية. ظلمته مش من خلالي، من خلال موظف عندي كتب عنه انه هو مصاب بالايدز وقلبت الدنيا ما عديته. هو هذا غلط طبعا. غلط. هو كان قصده سعد شخص تاني الله يرحمه توفى، فغلط بالعائلة وموظف جديد عندي. بس انا انتو سببتوا اثر نفسي على طبعا. وانا ما بلوم الموظف، بلوم نفسي. هو هذا الشيء تعلمته انه انا ممنوع بقى من يوم عم بحكيك من 15 سنه 10 سنين ممنوع انه خبر ينزل عندي او مقال او اي شيء عندي بدون ما انا راجعه. علمان سعد رمضان بعلمك هذا الشيء بعلمك. علمان سعد رمضان يعني فنان وشاب وسيم ومنهجه حلو، غناء حلو، صوت حلو، وعنده جمهور يعني اكيد. وانا يعني انا سعد خيي شو تقول لك؟ سعد رافقته من لحظة دخوله للسار أكاديمي، طلعت على بيته، أكل ببيته، أمه حبيبة قلبي وإخواته وعائلته. لو كان سعد رمضان ده يتفرج عليك شنو حاب تقول له؟ بقول له إنك جيت على اسطنبول وما حكيتني، أنا كتير زعلان منك وبحبك كتير قد الدنيا، وأنت بتعرف إنه غلطة الشاطر بألف، وأوريدي اعتذرنا وإنه هذا شيء الاعتراف بالحق فضيلة طبعا. شنو أكثر أغنية تحبها إلي؟ كل أغاني شو محسودين. إيه. أنا وجه لك تحية لي أن صديق عزيز وبدي أقول له شغلة. برافو على تواضعك وبرافو على حبك وبرافو أنك أنت شخص ما عملت مشكل، كان فيك تعمل بروباغندا وتعمل مشكل من غنية سعد وليسا اللي لحنا قريب للحن غنيتك. فعلا فعلا صح ولا لا؟ فعلا فعلا. فبرافو أنك أخذت الموضوع بسلاسة وبمحبة. هذه هي المحبة. أكيد.